مستوى الضعف في الشخصية هو اللي يخليني أقرر. يعني ولد في سنة أولى مو قادر يكلم معلمه، أقبلها. مو قادر يوصل رسالة، أقبلها. لكن ولد في ثالثة ثانوي المفترض أنه يكلم مدير المدرسة أو المعلم اللي عنده وما يقدر يقول الرسالة، لا ما أقبلها. وبالتالي نحن نقيم المستوى بمدى شدة العرض وعمر الطفل أو المراهق والرسالة المطلوبة منه. فأنا كأب عندي ثلاثة محاور هي اللي تحكم لي هل هنالك مشكلة ويجب أن أتدخل أو أنه فترة عمرية. بعدين أسهل لك، هي قارنه بمن حوله. ممتاز. إذا قارنته بمن حوله ولقيته زي اللي حوله ما عندك مشكلة. أهم حاجة لا يكون متأخر عن من حوله. يعني ولدي سنة أولى ابتدائي كيف في الفصل مع الطلاب زيهم ما عندي مشكلة. ولدي في ثالثة جامعة كيف مع الطلاب زملائه اللي في الجامعة زيهم ما عندي مشكلة. لكن لما يكون في تأخر في المستوى لا، هنا في مشكلة.